الراي ديالي ان السفاره ماشي حل، ان الانسان اللي خصو يحاول يبدل المونطاليتي ديالو ويديروا شي توعيات انهم يوعيوا الانسان ويفهموه انه راه التحرش حاجه ما مزياناش. قضيه التحرش هي اكيد حاجه ماشي مليحه، حاجه ما تشرفش اني نقول كاينه في بلادي، ولا للاسف كاينه في بلدان كل هاد القضيه، يعني هاد موضوع التحرش ولا الناس تحرش بالنساء ولا حتى بجنس اخر، كاين هذا في كل البلدان. وانا نقول انه حاجه مليحه انه يندارو قوانين، ينحطوا قوانين صارمه، يعني عقوبات ولا حاجه ولا حتى سجن، علاش لا لهاد الناس اللي تتحرش بناس، ولا ما نعرف، انا مانيش متمكنه يعني ما نعرفش في هاد الموضوعات، ولكن انا بالنسبه لي رايي الشخصي راني ضد ضد التحرش. لا ماهوش هذا الحل المناسب، كاين حلول اخرى تكون كما قلت عقوبات صارمه، صفاره يعني ما ماشي حاجه يعني اللي راح تفيد بزاف، ولا كان يمكن تفيد شويه، مي حاجه اكثر كما يقولوا حاجه. انا نقول نحطوا عقوبات صارمه على الواحد اللي يتحرش، كي يشوفوا الناس كاينه عقوبات راح اوتوماتيكمون راح يتجنبوا الفعل هذاك اللي هو التحرش. السلام عليكم، سميتي اسيا وانا ممثله ملكه جمال العالم العربي باوروبا والعالم العربي للسياحه باوروبا. غادي نهضروا اليوم على قضيه التحرش والقانون اللي خرج جديد في المغرب ديالنا. انا كمراه عربيه مغربيه انا بوغ هاد القانون، لان التحرش خصوصا المراه كتوقع فيه بزاف، وخصوصا انا في دومين كبيرسوناليتي بوبليك كيوقع بزاف بحال هاد المشاكل هادو اللي كنتعرضوا لهم، ما غادي نقولش يوميا ولكن متكرره. وكنتمنى ان الحد من التحرش ينقص في بلادنا، وان شاء الله القانون غادي ينصر وياخذ حق كاع البنات اللي عرضوا التحرش. دابا هذه انيسياتيف مزيانه، نبداو بهذا الشيء زعما الى واحد يكون متوعي ويسمع، نقولوا زعما القضيه تجينا مضحكه ولكن ما ناخذوهاش بهذا النظر. هذه زعما الى كاع الناس عرفوا هذه القضيه، يسمعوا السفاره وعرفوا بلي شي حاجه واقعه للبنت، لما لا يمكن تساعد شي وحده زعما واقعه التحرش وما لقاتش شي زعما شي حاجه تساعد بها نفسها من غير هذا. فكنتمنى زعما اي حاجه ممكن تساعد بالنقص من هذا التحرش نتمنى ينجح. غنقول لك انا عايشه في البلاد الاوروبيه، وانا هذا الشيء ما متفقاش معاه، ماشي البنت لحقاش دار الفولار ديالها ولا ما دارياش، الناس يمكن تعرض ليه للتحرش. هذا الشيء كنظن انا كيكون في العقل ديال الانسان، ماشي ضروري انه البنت لابسه فولار جلباب ولا لا، بالعكس كنظن ان البنات اللي دارين الحجاب ومستورات يعني كل شيء مستور، ولكن زعما اللي دارين الحجاب كيتعرضوا للتحرش، يعني هاد الشيء عيب وعار زعما تخصنا الواحد يقولوا، ولكن هاد الشيء الحقيقة. وكنتمنى زعما من كل قلبي أن المجتمع ديالنا يتحسن، وتكون يعني روح النفس أن تقول لهذيك البنت اللي يمكن نتحرش بها تكون أختك، تكون أمك، تكون بنتك، والعواقب كترجع لمولاه. معكم آية خويدر، ميس كازابلانكا 2019. الظاهرة ديال التحرش ولات منتشرة هاد الأعوام الأخيرة، وأخيرا ولينا كنسمعوا السفارة، ولكن أنا الحقيقة جاني هاد الأمر غريب، ولكن كنحترم الآراء ديالهم، وكنتمنى أن الشعب المغربي يحبس من هاد الظاهرة هو بنفسه، ويضع حدود لراسه ويحترم راسه، ويديرونا كخواتاتهم، وحطونا في مرتبة ديال أختهم ومن عائلاتهم. لبنى فرح، عندي 13 سنة، ماشي أول مشاركة ليا، كنت ديجا شاركت في ميس ماروك 2018 وكنت ميس كازابلانكا، وهذا العام ديال 2019 شاركت في ميس أراب وورلد، واللي توجت فيه ملكة جمال الصحراء المغربية، وبيان سور هذا شرف ليا، وكنت دوزيام دوفين ميس أراب وورلد ماروك. ما كنظنش بلي اون بون ايدي
ما سمعتش بها بزاف ولكن كنشوفها في دي ستوري ولكن ما سمعتش بها. لا ماشي حل بيان سور، الحل خاص صراحه خاص يجي من جوج جوايه، لا من البنات ولا من الدراري، هادشي اللي كاين.